كما يلتقي النيلان تتعانق شعوب العالم في السودان. هذا شعار مهرجان صداقة الشعوب الذي شارك فيه 86 دولة عرضت خلاله تشكيلة إبداعية حملت بصمات تراثية وثقافية متنوعة في العاصمة السودانية الخرطوم. شاركات نوعية من خارج السودان ممثلة في فرقة الأكروبات الصينية، الفرقة التي دربت الأكروبات السودانية في عام 71، وأيضا عندنا فنان تركي أتى من تركيا خصيصا لهذا المهرجان يسمى الفنان المعروف تانير، وأيضا عندنا فنان مشارك من دولة مصر العربية، وفنان أتانا خصيصا أيضا لهذا المهرجان من فرنسا. دول عربية وإفريقية وأسيوية وأمريكية شاركت بعرض ما يميزها من معروضات تراثية، فالمتجول في أروقة المكان يشاهد آلات موسيقية تقليدية وكتبا تحكي ثقافات مختلفة وملابس تعكس تباين الشعوب وتقاربها في أن واحد. إقبال كثير ما شاء الله، نشكرهم على زيارة المعرض اليمني وشرفونا بحضورهم ما شاء الله تبارك الله. سموا أنتم الثوب، سموا نحن الملحفة الثوب النسائي، ففي تشابه أو ممكن نقول واحد الفرق بس بطريقة اللبس. نحن نعرض عندنا ملابس بتاء البنات وملابس بتاء الرجال. المهرجان يقام في الحديقة الدولية المخصصة لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، ما وفر لرواد المهرجان أجواء مريحة من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية بالسودان، بمشاركة عدد من الولايات السودانية بعرض منتجاتها وموروثها الثقافي. في تلاقح بتاع ثقافات والناس بتتعرف على الثقافات بتاعت الدول المختلفة وكده، لفتة بارعة والله. في بلاد أنا كان بشوف في الخريطة والآن شفته في الواقع، وفي ثقافات جميلة جدا. حلو حلو بمعنى الكلمة، يعني حاجة جميلة جدا. وتختتم الدورة الرابعة للمهرجان هذا العام بماراثون للمشي من ملتقى النيلين وحتى المتحف السوداني بحضور مجموعة من سفراء البلدان المشاركة في المهرجان. جسور التقارب التي تتيحها المهرجانات الثقافية الشعبية تعد الأكثر تأثيرا في المجتمع السوداني، ما يساهم بشكل فاعل في رفع الوعي والمساهمة المجتمعية لأفراده. سالي عثمان، التلفزيون العربي، الخرطوم.